حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث رواه سعد ابن سعيد ابن قيس عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري. فلو قيل إن علة هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لم يخرجه البخاري، فالجواب أن البخاري لم يستوعب كل الصحيح. ثم إن سعد ابن سعيد ليس من شرط البخاري، مع أنه قد استشهد به في صحيحه في كتاب الزكاة.